الاتحاد الدولي والاتحاد الكرة ما حدش يقرب له، وده نتيجتها اللي بيتكلم فيه الأستاذ نهاد. طب هو ده ما يتمش بعد كده؟ وهل ده بيلغي دور الجمعيات العمومية؟ وبعد ما تم تقليصها العدد، وطبعا كان حصل أزمة كبيرة في تقليص عدد الجمعية العمومية، هل دوت ممكن يعني يخلي التعديلات اللي هتتم كمان للاتحاد الدولي منقوصة؟ وهل التعديلات اللي بتتم دلوقتي هي التعديلات هتكون معيبة بعد ما يتم الموافقة عليها، ولا احنا رايحين فين بالظبط؟ لا وطبعا يعني انا يعني متفهم فكرة وجهة نظر الدولة او الوزارة الشباب والرياضة لما دعت لي يعني او تبنت عشان يبقى اللفظ ادق فكرة ان هي تدعو الجمعية العمومية لتعديل اللائحة، لانه اللائحة الموجودة فيها عوار ومتصادمة مع القانون. وزي ما الأستاذ نهاد أشار للجزئية المتعلقة بأنه اتحاد كرة القدم كهيئة وفقا للقانون من 71 سنة 2017 هو غير موجود، ده حقيقة. ولما اصطدمت أنا بهذا الأمر في قضية الكابتن شيماء منصور لما طعنت على الانتخابات بتاعتها، روحنا اللجنة الأولمبية باعتبار أنه مركز التسوية والتحكيم هو المنوط به نظر أي منازعة متعلقة بالانتخابات. احنا بننظر شق عاجل يا أستاذ، الشق العاجل ده نتيجة انه القضاء فيه كان يتعين ان يقضى فيه على وجه السرعة، شأنه شأن اي قضاء مستعجل يعني. لكن الشق العاجل بتاع الكابتن في القضية دي استمر 9 شهور، تخيل حضرتك ان ليه؟ نتيجة الجزء اللي احنا نتكلم فيه انه اتحاد كرة القدم وفقا لقانون 71 هو منحل تمام. طيب ده جزء يعني نركنه جانبا، ولابد انه كانت في المعالجة من الاساس من الأساس، مش اللي احنا بنبصدده اللي هي فكرة اللوائح اللي هي المطروحة أمرها. لو في رغبة موجودة عند منظومة الرياضة في مصر مش شخص بعينه فيما يتعلق بتعديل أو تغيير التركيبة بتاعة الهيئات الرياضة كلها، وده سعي مشروع للتوطين اللي حاصل على مدار سنوات طويلة جدا في كل الهيئات الرياضية، في كل الهيئات الرياضية، أشخاص بعينها هي أشخاص بتقعد هي القابعة والقابضة على المنظومة الرياضية في مصر، خلق يعني عايز أختار اللفظ، خلق نوع من التعطيل أو التراجع، مش هقول أكتر من كده. فالنهاردة السعي مشروع من منظومة الإدارة الرياضية في مصر نحو تعديل اللائحة حتى وإن كان متصادم أو متعارض مع الوضع القانوني، لكن لأنه يعني مبني على نية حسنة ورغبة في الإصلاح، فإحنا داعمين ودافعين لهذا التوجه. لكن المعالجة والوقت هل يسمح بذلك؟ أنا شايف أنه الموضوع ده برضو قد يصل بنا لأن إحنا نخرج عن المدد المنصوص عليها في قانون الرياضة. قانون الرياضة قال أنه 4 شهور هي المدة الزمنية المتاح لها الدعوة للجمعيات العمومية ولذلك. أي نعم الوزارة سارعت وبادرت بتعديل نص كان تعطيلي جدا في اللائحة المالية، واحنا كنا بنتكلم فيه في الكواليس مع الاستاذ نهاد، وهو المتعلق بايه؟ لابد من اختار الجهه الاداريه بالدعوه للجمعيات العموميه قبلها بشهر. تمام؟ فصدر تعديل على اللائحه الماليه في 16/9 اللي فات ده، ادى نزل بالمده دي خلاها 5 ايام، وخلى المده لتحفظ الجهه الاداريه 3 ايام، فإذا ما تحفظتش خلال 3 أيام اعتبرت الدعوة يعني سارية ونافذة. ده كله اتجاهات بتاخدها المنظومة الرياضية أو الإدارة الرياضية ممثلة في السيد الوزير والأجهزة عشان نصل لاتحاد الكرة اللي زي ما قال الأستاذ نهاد الوحيد اللي انتخاباته يعني بتمر بظروف مختلفة ومغيرة. أمر تاني، طب أنا الاتحادات بأجريها دلوقتي، ده أنا عندي اللجنة عندي الدولة الأولمبية إمتى؟ يعني انا لو حصل اي تعطيل النهارده نتيجه انه الانتخابات ما اجراش في الاتحاد، طب بعد سنتين هحل الاتحادات وفقا للقانون؟ المده 4 سنوات مظبوط، او اللجنه أو اذا اجريت بالظبط يعني عايز اقول انه ما بني على خطا بيترتب عليه اخطاء جامده. طيب انا بس عايز اسال، احنا قعدنا فتره من الفترات وانتم طبعا اكثر درايه مني في مساله قانون الرياضه، وحضرتك عضو لجنة التشريعات يعني كمان، قعدنا فترة بنقول إن قانون الرياضة ده لا يتواكب مع الأحداث،
لغايه ما تم التعديلات اللي حصلت على قانون الرياضه الجديد. اكتشف بعد كده بعدها بسنتين بعدها بثلاثه ان قانون الرياضه الجديد اللي اتعمل دوت يعني لا يطابق برضو التطورات والتغيرات اللي حصلت على سواء الاتحادات او الانديه. وبنطالب دلوقتي بالتعديلات الخاصه بالقانون الرياضه الجديد. عايز اخد منكم الاول ليه ده تم، وفي نفس الوقت هاخد منكم ايه البنود فعلا اللي محتاجه الى تعديلات على قانون الرياضه بعد الفاصل.